التحكيم ده؟ لا بجد ايه التحكيم ده؟ هو التحكيم الانجليزي عايز ايه؟ عايز يوصل لايه؟ يعني النهارده التحكيم يعني الحكم خلص على ارسنال في الاميريتس بعد ما ارسنال كان كسبان واحد وكان خلاص قريب من الفوز وممكن يسجل الثاني ويخلص الماتش ويطلع بالثلاث نقط الجمال. حكم طرد رايس، هوب برايتون يتعادل، هوب ارسنال ابتدى يتدارك الموقف، هوب ارسنال وقع نقطتين بكل سذاجه من الحكم او بسبب الحكم ان هو عمل حاجه غريبه جدا وطرد رايس في كوره غريبه جدا 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 وادى فرصه ثمينه للسيتي وليفربول ان هم يتقدموا على ارسنال يبقوا فرق ما بينهم نقطتين لو كسبوا الماتشات بتاعتهم الاسبوع ده. حلقه فيها كلام كتير وكلام دسم عن ارسنال وبرايتون. قبل ما نخش في حاجه انزل اعمل لايك او تشوفنا مش في القناه على الجرس عشان يجي لك كل جديد. يلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في الهجاصين. اهلا بك يا وجيه في حلقه جديده من اول التحليل، والنهارده السبت الممتاز ارسنال برايتون. في بدايه السبت الممتاز الساعتين ونص بدايه اليوم نصحى نتفرج على ارسنال وبرايتون، مباراه على الورق او مباراه ان انت قبل ما تخش الماتش سالت اي حد مين هيكسب ارسنال ولا برايتون، نسبه كبيره يقول لك ارسنال. ارسنال هو الافضل، ارسنال هو اللي بيبقى كويس، ارسنال بيلعب على ارضه ماتش هوم في الاميريتس، وارسنال بقى صعب جدا في الاميريتس الفتره الاخيره من بدايه ارتيتا انا او بدايه مشروع ارتيتا. فكل الاقاويل او كل التوقعات ان ارسنال هو يفوز. ارسنال دخل الماتش بنفس تشكيل المباراه اللي فاتت لكن غير تغييره واحده، وهو دخل تروسرد بدل مارتينيلي. المشكله كانت في ارسنال ان مش يعني طول الشوط الاول تقريبا ارسنال ما هدتش مرمى برايتون غير في كوره واحده بس بلعبه كده ما بين اوديجارد وبين ساكا، واحده والتانيه واحده والتانيه 1 2 1 2 هوب بقى ساكا قدام الجون حط الكوره في ايد فوجروست. ولكن ارسنال طول الشوط الاول ما وصلش لمرمى برايتون كتير، ما قدرش يهدد مرمى برايتون كتير، الحلول اللي عنده كانت قليله جدا سواء على مستوى صناعه الفرص من ديكلان رايس او من اوديجارد او حتى من ساكا وتروسرد، وهافرتز كان بيحاول ينزل يخرج كتير بره منطقه الجزاء وينزل كتير نص الملعب عشان يبتدي يساعد الفريق في الطلوع بالكوره، لان كان في صعوبه كبيره في الطلوع بالكوره لان برايتون قادر يقف كويس، قادر يقفل مفاتيح اللعب كويس، قادر ان هو يقفل زوايا التمرير على كل اللاعبين. كنا بنشوف كتير جدا بنخلي بارتي بينزل ما بين او بينزل جنب سليبه كمان علشان يدي الحريه او يدي بتتقال ازاي ان هو يدي الادفانتج لتمبر. تمبر هو اللي في نص الملعب، هو اللي موجود، هو اللي واقف، هو اللي نوعا ما بيحاول يطلع بيه يطلع الكوره عليه من تمبر. فلما كان نزل توماس بارتي جنب سليبه فابتدي اللي هو يدور الكوره كتير يدور الكوره كتير يدور الكوره كتير لحد ما يخلقوا مساحه لتمبر ويبتدي يديها له، يا اما بيلعبوا كوره طويله على وينج من الوينجين سواء تروسرد او ساكا. طيب طول الشوط انت ما هددتش مرمى برايتون، ما وصلتش مرمى برايتون، ما فيش حاجه كبيره تقال ان انت ايه لبست يعني او انت قريب من الجون او قريب ان انت تكسب الماتش. وكمان ديكلان رايس لابس انذار ساذج جدا 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 في تاكل ساذج جدا 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 على تقريبا مينتا او باليبا حاجه كده، دخل قص الواد بعد ما الكره تولت منه او لاعب برايتون خد الكره دخل شال الواد فخد انذار الشوط الاول. وقبل نهايه الشوط في ظل ان ارسنال مش عارف يوصل لمرمى برايتون وفي ظل ارسنال مش عارف يخلق فرص على مرمى برايتون مش عارف يوصل للجون في كوره ميته في كوره يعني اي حد اللي بيتفرج على الماتش مش هيتخيل ان الكره دي ممكن توصل لجول. كره بتلعب طويله يعني تطفيشه تقريبا من سليبه للهجوم، كره بتخبط في ظهر ساكا، ساكا بيلف لك الكره قدامه وهو بيدي الكره لهافرتس، هافرتس بيحط الكره بمعلمه كبيره جدا من فوق الحارس، جون 1-0 الارسنال. وده اللي كويس في ارسنال بقاله ماتشين، اللي انت مش بتبقى افضل شيء او انت مش بتبقى افضل الفريق في المباراه ومع ذلك انت بتسجل ومع ذلك انت بتوصل ومع ذلك انت بتطلع بالماتش بالفوز زي ماتش مثلا وولفرهامبتون او ماتش استون فيلا او ماتش النهارده ضد برايتون. لكن كمجمل في بدايه من بدايه الموسم ارسنال ما كانش مقنع بالدرجه العاليه سواء في ماتش وولفرهامبتون اللي انت كنت كويس جدا فيه وجبت 2-0 ولكن كان دفاعك بيستقبل فرص غريبه من وولفرهامبتون، وضد استون فيلا انت برضه كسبت 2-0 ولكن ضاع قدامك كورتين ما يدعوش تماما من اولي واتكنز وشال رايا جون خرافي، جيت النهارده ضد برايتون خلاص في ظل ان انت مستواك مش افضل شيء، في ظل ان عناصرك الفرديه حتى مش في افضل حالاتها، وكمان التحكيم خلص عليك. بيخش الشوط الثاني، في بدايه الشوط الثاني كوره عاديه جدا على خط التماس ناحيه برايتون المفروض تتلعب فاول، ديكلان رايس دخل بيرخم على لاعب برايتون عاديه كوره عاديه لمس الكوره
في الاخر اللاعب برايتون بدل ما يشوط الكوره شد ديكلان رايس. ديكلان رايس وقع على الارض، الناس كلها، انا واحد من الناس قلت يا اما هيبقى في تحذير شفهي، يا اما هيدي انذار للاعب برايتون، يا اما بقى ممكن يدي طرد اللي هو ضرب من غير كوره وبتاع، فممكن يدي طرد للاعب برايتون. لكن اتفاجئت ان ديكلان رايس بعد ما هو اتضرب في كوره، يعني ممكن ماشي ممكن تحسب الكوره ان هي رخامه من ديكلان رايس، او ديكلان رايس رخم على لاعب برايتون شويه، بس انا مش شايف ان هي تستحق انذار تاني وطرد في ظل اللي انت اللاعب ده معاه انذار. يعني اللاعب ده مش معاه انذار مثلا، ممكن ماشي اقول لك اه اديله انذار، ولكن انت اللاعب ده معاه انذار، فاللي انت تديله انذار تاني وطرد في كوره زي دي، ده بصراحه تحامل كبير جدا على ديكلان رايس وعلى ارسنال من الحكم. ده سذاجه كبيره جدا من الحكم، دي تعمل كارثه، دي كارثه. وسبحان الله كل موسم التحكيم الانجليزي لازم يقدم لنا كوارث جديده، لازم يقدم لنا كوارث جديده. انت في اول ماتش في الموسم لاعب ولفرهامبتون بيخنق هافرتس في ارض الملعب ومفيش اي حاجه، ما بيديلوش اي حاجه، وادينا النهارده شفنا كوره ديكلان رايس. طب فين الفار؟ يعني اشوف ايه فين الفار؟ الفار ده في انجلترا بيعاملوه معامله اللي هو انت ايه على مزاجهم، يعني الحكم وهو في الملعب بيروح للفار على مزاجه، الفار حتى لو كلمه في ودنه ما بيروحلوش غير لما هو بيبقى عايز يروح. مش فاهم، لان كوره زي دي وكوره زي بتاع اول الموسم بتاعت هافرتس طرد، طرد اول كره بتاعت اول الموسم طرد، الكره بتاعت النهارده ممكن انذار، ممكن تحذير شفهي، لكن مش طرد نهائي لديكلان رايس. انا شايف ان ده كان تحامل كبير جدا من الحكم على ارسنال. وكل سنه سبحان الله بيدونا كوارث جديده، تنوع عشان ما نزهقش. السنه اللي فاتت ضد ليفربول، مع ضد توتنهام، النهارده ارسنال ضد برايتون، بيخسر لاعب مهم وعنده ديربي الماتش الجاي في توتنهام كمان مش في الاميريتس، هيروح يلعب في استاد توتنهام من غير ديكلان رايس، اللاعب اللي مفيش لاعب في ارسنال هيعرف يؤدي ادواره زي ما ديكلان رايس بيقدم. لاعب مهم جدا ديكلان رايس، هتخسره ضد توتنهام وممكن توقع نقط كمان ضد توتنهام، ولو وقعت نقط ضد توتنهام سواء ثلاث نقط او نقطتين ده بيضعف فرصك اللي انت تكسب الدوري، لان انت عشان تكسب الدوري لازم زي ما ارتيتا قال تجيب 114 نقطه، تكسب ال 38 ماتش، لان بيب جوارديولا الصعب اللي انت تنافسه. ولكن انا النهارده ما عجبنيش تعامل ارتيتا من بعد الطرد، انت اتطردت وكنت متقدم 1-0، فانت رجعت ورا بزياده قوي، اديت الكره لبرايتون واديت له الحريه واديت له المساحه واديت له كل شيء اللي هو خد يا معلم العب، انا مش عايز الماتش مش عايز الكوره. فانت ليه عملت كده؟ انت كان ممكن تنزل الاسلحه من على الدكه تخليك تمسك كوره اكتر في نص الملعب، تخليك تهدي الريتم اكتر، تخليك تموت الماتش، تهدي الدنيا، تحاول بمرتده تخطف جون، تحاول مش عارف تخطف ضربه جزاء، مو كره من كورنر ممكن تعمل مش عارف ايه. ومع ذلك انت وصلت، مع انك لما رجعت ورا خطوتين ثلاثه وغيرت التشكيله وغيرت الخطه، اللي هو جبت ساكا من ناحيه اليمين، نزلت في نص الملعب جنب اوديجارد وجنب توماس بارتي، وخليت قدام بس هافرتس وتروسارد. فانت بقى كان عندك مشكله، ما حلتش المشكله، ومع ذلك انت المشكله اللي انت عملتها لنفسك انت رجعت لورا وتراجعت. حتى بعد التعادل بتاع برايتون، برايتون اتعادل عليك بجون من جواو بيدرو وكل الكلام دون، برضو انت ما شفتش منك رده فعل. انت التعادل تحس ان ارسنال خلاص انا راضي بالتعادل، تمام نخرج النهارده تعادل، النهارده احنا ما كناش في يومنا، النهارده احنا مش كويسين، وكمان الطرد زاد التين بله، فخلاص هنهدي الريتم وهنهدي الدنيا وهنقعد ندافع طول الشوط ونخلص الدنيا ايه تعادل، مع ان انت وصلت للمرمى مرتين، مره من كاي هافرتس وضيع انفراد ساذج جدا، ومره من ساكا. وده اللي كنت بتكلم عليه قبل بدايه الموسم، ان ارسنال لو ما جابش مهاجم يخلص لك الماتشات كده. يعني انت النهارده كورك كاي هافرتس لو كان بعد مهاجم محترم ومهاجم كبير كان خلص الماتش، كان راح حط لك الجون الثاني ودفعت بقى زي ما انت عايز طول المباراه وخرجت بالمر الامان وخدت 3 بونت في ماتش صعب جدا، في ماتش مرهق جدا ضد برايتون سواء فنيا او بدنيا او كل شيء. فالنهارده انت خرجت بتعادل ضد برايتون، وبرايتون بقى 7 نقط زيك زيه، وبرايتون شكله افضل، وبرايتون عنده بعض اللاعبين كبار جدا وكويسين جدا. باليبا اللي في نص الملعب ده مش عارف برايتون بتجيب اللعيبه دي منين، يعني برايتون بدا ببيسوما وبعد بيسوما جاب كايسيدو وبعد كايسيدو النهارده باليبا، ايه ده؟ ايه ده بجد؟ مشروع برايتون ده مشروع يدرس، لازم نتكلم عليه في حلقه خاصه باذن الله. ولكن ارسنال النهارده مش قادر اقول لك ان هو اتعادل بفعل فاعل او اتعادل بسبب التحكيم، ومش قادر اقول ان التحكيم متحامل على ارسنال، لان احنا بنشوف الاخطاء دي مع ارسنال ومع ليفربول ومع توتنهام ومع تشيلسي ومع يونايتد ومع سيتي ومع كل الناس.
مفيش فريق بعينه بنشوفه بيحصل معاه الكوارث دي كل ماتش، لا كل الناس بيحصل معاها كوارث وكل الفرق بيحصل معاها كوارث، فمش قادر اقول لك ان التحكيم متحمل على ارسنال لان الكوارث دي موجوده في كل الماتشات. فاتمنى ان التحكيم الانجليزي يتظبط، يحصل بقى شيء اعجازي، اللي نازل يتدرب يجيبونا حكام من الصين، يجيبوا حكام من بره، مش عارف بصراحه، يجيبوا حكام اجانب زي ما بنعمل في مصر كده. انا مش عارف بصراحه ايه الحل للتحكيم الانجليزي اللي كل ماتش لازم يبقى فيه كارثه وكل ماتش لازم فريق يتعادل او يخسر بسبب التحكيم الانجليزي. في الاول وفي الاخر هارد لك لجمهور ارسنال، انا شايف ان انتوا كنتوا تستحقوا التعادل لان ارتيتا اتعامل غلط بعد الطرد، اتعامل غلط تماما، وحتى تغييراته كانت غلط لما نزل كالافيوري وحولها ل 5 4 ل 5 3 1، وبعد كده غير اوديجارد ونزل مارتينيلي وحولها ل 5 4. فانا ما كنتش فاهم انت بتعمل ايه، حاول يخطب مرتده وبتاع، بس ما باليد حيله يعني. ففي الاول وفي الاخر ده قرار شخص واحد، هو رايي انا في مباراه ارسنال وبرايتون. قول رايك انت في الكومنتس، قول توقعاتك، هل ارسنال قادر على العوده وممكن بقى سيتي او ليفربول يوقعوا نقط وارسنال يرجع تاني اللي هو ينافس ويتصدر وكده؟ احنا لسه بدري، اول 3 ماتشات لسه في توقف دولي، حتى هيقف على الفريق ويشوف اخطائه فين ويصلحها كل الكلام ده، فلسه بدري قوي 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 على كلام ان الدوري يروح فين. بس قول توقعاتك برده في الكومنتس على كل شيء. في الاول وفي الاخر ده كان رايي انا، قول رايك انت كمان، ولو الحلقه عجبتك ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان حلقات اهو التحليل تجيلك اول ما تنزل على طول. وكان معاكم مصطفى ودوري التحليل، وسلام.